الفن يلي جاي لعنا من أرمينيا. بدنا نستضيف معنا ونرحب بضيفنا مايك فايجيان، ممثل أرام آرت جاليري بالشرق الأوسط. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. مرسي. مايك، خبرنا شوي عن الفكرة، يعني فكرة الجاليري يلي بلشت على ما يبدو مش بلبنان، إنما انتقلت إلى لبنان. صحيح. وبالسنة الأخيرة، حتى يعني بالأشهر الأخيرة، كان في إلها كتير نشاطات. أول شيء تأسس الأرامي آرت جاليري بأرمينيا، عاصمة أرمينية ريفان، سنة 2003. اللي أسس الجاليري هو دكتور أرام ساركيسيان، اللي عنده مجال عنده خبرة بهذا المجال أكثر من 35 سنة من أيام الاتحاد السوفيتي. بأرمينيا في أكثر من 1200 رسام فنانين مسجلين بنقابة الرسامين، ولكن أرامي آرت جاليري بيتعامل مع 24 فنان يلي عندهم ألقاب عالمية خدين ريوردز، ولوحاتهم معروضة بعدة متاحف ميزيامز، مثلا بمودرن أرت ميزيام أوف باريس، بطوكيو، بموسكو، وأكيد ناشيونال ميزيام أوف يريفان أرمينيا. أرامي آرت جاليري بأرمينيا، يعني هي دايما في عنا تو جاليريز بأرمينيا. أوكي. فتحنا برانش الثاني قبل 3 شهور بارمينيا، ونحن اذا بدك هيك انتو كوتيشنز مونوبول البينتينجز، نعرض اللوحات بارمينيا. وفتحنا بلوس انجلوس قبل 4 سنين، وبلندن قبل سنتين كيوروب، وكشرق الاوسط بيروت. يمكن بس عم تهتموا بهال 24 الاخدين جوائز وهن عالميين، والبقيه مين بده يشجعون؟ هلا في ناس يشجعون، بس نحن دائما ناخذ الكريم اذا بدك. اكيد. يعني هلا بيروت اكيد لانه الشعب اللبناني منفتح اكثر وبقدر الفن اكثر، وفي تواصل مع دول العربيه، فلذلك في طلب، عشان هيك عملنا فتحنا جاليري ببيروت بجميزة. امتى بلشت؟ اواخر سنة 2011. مساحة يعني تحت؟ لا، هي صراحة مساحة منا كبيرة، مساحة 80 سكوير متر بسنتر تيكيان، بس نحن عم ننظم عدة معارض. أول شيء نحن مشاركين بعدة معارض ب 24 دولة، مثل أمستردام، باريس، موسكو، لندن، أرجنتين، نيويورك، لوس أنجلوس. مشاركين 4 مرات بنيويورك أرت إكسبو، كان عنا إكزيبيشن بلوس أنجلوس هذيك الشهر، تايتل إنسبيريشن هاز نو ليميتس. كان عنا معرض شاركنا بإنترناشونال إسطنبول أرت إكزيبيشن كونتمبرري، وهلا عنا معرض بموسكو قريبا، ومعرض ببروسيل، وبلبنان. فيني دق على الخشب. بلبنان سنة 2010 نظمنا مع جامعة هيغازيان، و2011 بقصر يونسكو، و2012 أوائل حزيران بأسواق بيروت تايتل سيمفوني أوف كولرز، وهلا كمان بأسواق بيروت بدنا نعمل المعرض. رح نحكي عنه هذا المعرض يلي جاي، بس أكيد. انا بكل هالتفاصيل، يعني وقتها عم بتقول عملنا معرض بلوس انجلوس، عملنا هيك عملنا هيك وبرمنا هاللوحات، هيدي عم تبرم او بصير في تنسيق لكل محل يكون في لوحاته الخاصه، فنانينه الخاصين، الرسامين الخاصين، او كمان بتاخذوهم معكم بتبرمون بكل هالبرمات لهالفنانين يلي بيكونوا يعني تقريبا معتمدين بالجاليري؟ اكيد. اول شيء حسب التيم، يعني شو موضوع المعرض. يعني مثلا المعارض اللي عملناهم الثلاثه بلبنان كانوا سيلكشن اوف مينيموم، يعني 12 ارتست، كل ارتست عرضنا لوحات 6-7 تقريبا، لانه ما في مطرح يعني بقدر ساعه. بس هالمعرض اللي عم نعمله اخذين هيك تيم معين، اوكي، بس 4 فنانين، النهضة المعاصرة، يعني ماسترز اوف كونتمبرري رينيسانس. اكيد في تنقل بين الدول، بس اجمالا مش نفس اللوحات، لانه لوحات انه تنباع يعني، وذي ار فور سولد يعني. فهذا هو يعني. عظيم. نحن رح نحكي، لكن عم نشوف هلا، اذا بتخبرنا شو عم نشوف اكثر بهاللوحات. اوكي. هلا اول شيء التوبيك هو ماسترز اوف contemporary renaissance. renaissance بس هيك quotations، النهضة وإعادة عصر النهضة وإعادة إنتاج تقاليد قبل القرن 15-14،
وهذا الشيء ظهر بأوروبا وخاصة بإيطاليا. مثلا عنا الفنانين ليوناردو دافينشي وعنا رافائيل تيتيانو وعنا رامبرانت. وهالفنانين اللي عم تشوفوا هلا على الإكران هني متأثرين من عصر النهضة ولكن بشكل معاصر contemporary. الفنانين يلي هلا رح يشاركوا بالمعرض هني أربعة ما ذكرت. صحيح. أبوفيان بس هو من سنة 1991 honorable artist of Armenia. وكثير من الفنانين الأرمن أوكي متأثرين من فنه. هو he's really a masters واخد جوائز أرمنية وعالمية كثيرة. وفي عندنا ديكران بارخانجيان مثلا هاللوحات اللي عم تشوفون هلا لديكران بارخانجيان هو على فكرة بيرسوناج وي هلا اي على فكرة كل اللوحات بدنا نعرضهم هن اول شيء 55 لوحة وكلهم فيجراتيف ارت. ومثلا ديكران بارخانجيان هو الفنان المفضل عند كاثوليكوس الارمن بارمينيا. هو اصلا بيرسم بكاتدرائية الارمن سور بيتش ميادزين هناك. وفي عنا فنانين اثنين اللي مور شباب اكثر اذا بتقولي دائما بده يكون شيء القديم والجديد النفس هيك بتحس أفيديس خاتشادريان وأرامازد بيدروسيان اللي كان كمان عندهم فيوتشر كثير كبير وهلا اصلا بموسكو المعرض اللي بدنا نعمله لأفيديس خاتشادريان حيكون معرض كمان كثير كبير وبشكل رسمي دائما مع وزارة الثقافة الروسية. بس هلا خلينا نحكي عن المعرض عن لبنان عن لبنان مش عم نلحق نحكي عن لبنان عم تاخذنا ونبرم ونرجع وناخذنا يخذ الهان عليكم. وفي كمان الفنان الرابع هن اربعه ذكرنا ذكرت الاربعه روبين أبوفيان ديكران بارخانجيان أرامازد بيدروسيان وأفيديس خاتشادريان مضبوط. المعرض هو نهار الاربعاء الساعه 7 والاوبننج بيستمر المعرض ل 23 ديسمبر كل يوم من 10 الصبح ل 10 مساء. معرض بأسواق بيروت بجوليرز سكشن 55 لوحات فيجراتيف. بدي احكي انا عن وضع الفن ذكرنا وقلنا وبرمته اسم الله بكل هالمعارض وقدرتوا تاخذوا هالفنانين اليوم. سوري بس مدام غدا هالفوتج هالمعرض القديم اللي هلا عم حطوه. اوكي هذا يمكن صار هذا بحزيران اول حزيران باسواق بيروت هيك بالصيفيه يعني تقريبا بالصيفيه كان باسواق اخر ما اول حزيران. هل كان في حدا من هالفنانين يلي هلا مشاركين كمان بهدول سوري ديكران بارخانجيان صح اربع لوحات اربع لوحات هلا هو كمان المعرض برعايه سفاره جمهوريه ارمينيا وكمان بحب اشكر اداره سوليدير واسواق بيروت اداره اسواق بيروت اللي عن جد عملوا كل جهودهم عم بيساعدونا وهن اصلا بيشجعوا الفن يعني بتعرفي بيروت مش دائما مدينه مشاكل يعني في فن فيها حب فيها كل شيء واخر شيء أكيد. مشاكل وانا كمان يعني بتمنى للزائرين اللي بدهم يجوا على اسواق بيروت يتفضلوا يشوفوا الفن كمان هلا قبل الاعياد في هيك مثل يعني باشن وناس بيقدر ينزل مع عيالهم يشوفوا الفن باسواق بيروت يشتروا بضاعه يقعدوا بكافيه يعني في عده انترتينمنت يعني هدول عم نشوفهم بعدنا من السيمفوني اوف كلرز معرض القديم كمان هذا انا عرفنا هذه مرتي بس مايك بكل هال برافو يعني واللوحات ما في شك انهم كثير حلوين في كم لوحه بتحسها يعني رح تحكي هي اكثر صارت يمكن فوتو اكثر مما حتى لوحه في ناس اصلا بيسالون هالسؤال هذا فوتو ولا مثلا اويل بينتينج مبينين كثير حلوين يعطيهم الف عافيه ومبين انه قديش هن شاغلين على هاللوحات الحلوه بس احنا اليوم بالرغم من كل شيء عم تقدروا انكم تعملوا هالمعارض يعني بالرغم من انه عم نسمع مشاكل بالرغم من انه عم نسمع
ضائقة اقتصادية كتير كبيرة، بحس واحد انه يمكن اللوحات هي اخر شغلة اليوم بدي افكر فيها، لانه منو نسستي، لانه منو من ضروريات حياتي اليومية. بالرغم من هيدا الشيء عم تقدروا تخرقوا، عم بيصير في شغل تنسيق كيف على الارض لحتى تقدروا يعني يكون في هالاستمرارية هيدا للمعرض. اكيد هلا كل ما بنظم معرض اصحابي بيقولوا لي مايك مش وقتها، اوكي مش مجنون بدك تعمل معرض، بقول لهم بالعكس. يعني انا اول شيء برغم من كل المشاكل الشعب اللبناني بيقدر الفن، يعني ولو ما لقينا نتيجه ما كنا عملنا معرض، يعني الرابع معرض يعني او معرض ثاني بهيدا السنه، يعني بظرف سنه واحده. وبالدول العربيه في يقول انه الفن عم ينتشر اكثر واكثر، وفي كثير جاليريز عم بيفتحوا مش بس بلبنان، يعني حتى بالكويت بقطر بالسعوديه. وانا عندي استراتيجي، انا بشتغل ضد يعني عكس 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 التيار يعني اوكي عكس التيار، وبعتقد لانه وقت منافسيني ما عم نحكي شيء بس اجمالا يعني بيكونوا يعني مين هيك عنده هيدا الاندفاع. اكيد يعني دائما مثل الانجليز بيقولوا if there is a will there is a way. اوكي سو اكيد يعني ما في شك، ونحن عم نلاقي نتيجه. وبعدين نحن عم نعرض لوحات، يعني the selection of the artists، يعني اكيد يعني مثل اذا واحد طلع سي دي مثلا في 12 غنيه سبع اغاني بيكونوا توب هيتس، ومثلا ثلاث اربعه ما بيكونوا يعني هيك 50-50. كمان نفس الشيء باللوحات، يعني نحن دائما نختار هذا ذوق بالتالي أكيد. يعني كمان الناس شو بتقبل شو بتحب اي الوان حسب كمان يمكن المود تبعها، يعني بكل شيء له تاثيره على هالمواضيع هاي. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. ميرسي كل ذوق مدام خدم، يعطيكم الف عافيه. اذا ابتداء من 12 شهر ببلش المعرض ل 23 اوبننج الساعه 7 الساعه 12. اهلا وسهلا فيهم، ميرسي. رح ننتقل لحتى نتابع إذن فقراتنا مرة من جديد مع الشيف فيصل ورشة ملح.